احنا قاعدين في قهوه وسط قهوه نسمعوا في سمعوا في الخبطه، جينا باش نشوفوا لقينا في الحانوت لهب الجماعه طفي والجماعه تصفي هذاك. من شويه هكذا شفنا لي بومبي جاي باش يعقبوا، لقاو طار المايم جاي مجينيهم عاقبوا منين والساعه باش لحقوا، والحمد لله وش اللي كاين وخلص. مصابين كاين كاين نبليسي، كاين في ثلاثه مبليسين وان شاء الله ربي باقي يستر. لي بومبي والاسعافات ما قدروش يفوتوا لهنا باه يسعفوا الاخر باه يسعفوا لي بليسي. استقبلت اليوم مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى الجامعي محمد سعد عبد النور 7 أشخاص ضحايا انفجار بإحدى محلات بيع الهواتف النقالة بوسط مدينة طيف بالقرب من عين الفوارة، على هذا الأساس تم نقلهم هذه الضحايا إلى هذه المصلحة.